الوزارة لم تشرك المهنيين في إعداد دفتر التحملات؟ الوزارة حين فشكل إعداد ديال دفتر التحملات حقيقة لم تشرك المهنيين ولو بمقترحات، لأن كيف ما يعلم الجميع أننا في واحد اللحظة ديال باش يشارك المهنيين في دفتر التحملات ويعطوا مقترحات ديالهم والفكرة ديال المهنيين باش يجي دفتر التحملات، لم يتم إشراك المهنيين في هذا الدفتر. نمر لك قبل ما نمر لك استاذ نبيل، ناخذ الراي ديال الاستاذ احمد ايماز رئيس مصلحه النقل الطرقي بالمديريه الاقليميه للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بامكناس. استاذ احمد مرحبا بك في برنامج اش كيقول القانون. اكيد سمعتي المداخله ديال الاستاذ اسماعيل الهلالي، كان تتكلم على مجموعه ديال المواد والبنود في دفتر التحملات اللي ربما تثقل كاهل المهني او رب المقاوله. انا بغيت الراي ديال الوزاره بحكم موقعكم وصفتكم استاذ احمد، هل في البدايه هل تم يعني اشراك المهنيين في اعداد هذا دفتر التحملات؟ لان كنعرفوا انه هناك علاقه تكامل بين الطرفين. شكرا استاذ كريم صديق العالمي على الاستضافه، ومن خلالكم كنشكر الطاقم الاذاعي للاذاعه في مدينه اف ام. بارك الله فيك استاذ احمد. وكذلك كنشكر الاستاذ كريم سنابل القط على تنشيط هذا البرنامج. وكذلك كنشكر السي اسماعيل الهلالي على تنشيط كذلك هذا البرنامج، وكنشكركم على هذه اتاحه الفرصه باش نتحدث هذا الموضوع المهم والحيوي. استاذ احمد، ولفتني الفرصه باش نشكر يعني السادة أرباب نقل المسافرين في هذه المناسبة اللي بينوا على الوطني ديالهم والرجولة ديالهم فاش بدا يعني تفشي الوباء في بلادنا، ويعني فهما يعني تحملوا يعني عناء كبير باش أن يوصلوا يعني واحد المجموعة المواطنين اللي كانوا عالقين في واحد المجموعة المدن باش وصلوا للمناطق ديالهم. جوابا على السؤال ديالكم، يعني فهاد التحملات هو الإصدار في الوزارة كان بشراكة مع وزارة الداخلية. وبالتنسيق كذلك تام مع وزارة الصحة من خلال البروتوكول الصحي اللي وضعت وزارة الصحة، لأن كما كنعرفوا بلادنا حاليا فيها كتعيش واحد الوباء اللي هو خطر. صحيح. الأرقام ديالها في ارتفاع، وبالتالي جاء دفتر التحملات من أجل أن باش يحد انتشار الوباء، وكما كنعرفوا التداعيات ديالو الخطيرة والسلبية. إذا بالتالي فكان يعني هاجس ديال الوزارة، لا وزارة الجهاز والنقل ولا الداخلية، من الحفاظ على سلامة هذا يعني لا رب المقاولة ولا كذلك المستخدمين ديالو يعني السائق والمساعدين، وكذلك على المواطنين الذين سيستعملوا هذا الحافلات. بالتالي كان فهو الهاجس هو صحي أمني أكثر من أن تكون زائدا الفرصة. ربما كانت الحالة يعني ديال الحظر الصحي اللي كنا عشناه، وبالتالي كان ربما أنا الوزارة أكيد كنأكد لكم بأن دائما فهي ابواب مفتوحه على المستوى المركزي على المستوى الوطني، ولكن ما فرش اكد يعني في الصياغه ديالو النهائيه ما عرفش الى اي حد هنا كيتساغ على المستوى الوطني وعلى المستوى المركزي ديال الوزاره. اكيد فالتواصل كيكون، ولكن باش ناكد يعني في هذا الموضوع هذا واش كانت المكاتبه ولا ما كانتش زعما ما فرش، ولكن ناكد ان دائما سبب الحوار فهو مفتوح مع المهنيين في اورش عديده اللي كانت بالهدف ديالها يعني الطرف باش ترفع من القيمة القطاع ومن الأهمية ديالو اللي ما كتخفاش يعني على الجميع. أستاذ أحمد، كان هناك في الحديث ديال مجموعة من الهيئات المهنية ممثلة لقطاع نقل المسافرين تأكيد على أنه الأمر ليس باختيارها، وبحال كان هناك فرض عليها دفتر تحملات فبالتالي كان الرفض من طرف ديالهم، وأكدوا على أنه غادي يكون استئناف ولا يتخذ اتخاذ قرار من طرف السلطات المعنية اللي يضمن ظروف ملائمة ومقبولة، لأنه المواد اللي تكلم عليها أستاذ إسماعيل خصوصا فيما يتعلق بالعقوبات المعطيات الشخصيه للمسافرين، التعريف اللي ما تحددتش في دفتر التحملات، هذه الامور هذه تقدر توضعهم في احتكاك مباشر مع المسافر.